السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب الجميع يكون دايما بخير. في خبر حلو للسكان الزهراء، إن الحمد لله نفق كارفور اتفتح. كنا في الأول عشان نعبر الناحية التانية، نعدي الناحية التانية من الدائري في اتجاه طريق الكوريش واتجاه الكورنيش، كنا نضطر إن احنا نطلع طريق دائري لحد ما بنوصل للكوبري اليوتيرن، الفريق أول محمد فوزي، وناخده عندي وأنا قطامية ونرجع تاني. ده طبعا كان بيخلينا نمشي في حدود 4 كيلو رايح 4 كيلو جاي. بعد كده ما اتعمل محور حسب الله الكفراوي، عملنا كذا فيديو ازاي بنطلع من الزهراء نروح الناحية التانية من المقطم، وناخد دوران او يوتيرن من تحت المحور ونرجع تاني للطريق الدائري. طبعا دلوقتي لما كارفور النفق بتاعه اتفتح، ده هيخلي الدنيا افضل، هيخلينا اسرع ان احنا نتنقل من داخل الزهراء للطريق الدائري، متجه ناحية صراط، متجه ناحية صقر الكويش، متجه ناحية الكورنيش، متجه ناحية أكتوبر. زي ما احنا عارفين برضو وقلنا قبل كده ان بعد النفق كارفور هيشتغل بعد كده اتجاه واحد بس، اتجاه هيبقى هيجيب الناس من الزهراء وهيطلعهم الناحية التانية ناحية المقطم في السكة اللي رايحة ناحية صراط. وفي حاليا كوبري بيتعمل تحت الإنشاء، هياخد بقى الناس اللي جايين من ناحية برج سما، جايين من القاهرة الجديدة، تمام؟ وهيبدأ بقى إن هو هيعبر الكوبري ده هوت قدام كارفور، وهينزل في ظهر كارفور. كنا برضه عملنا فيديو عن الموضوع ده أهو. طيب هنشوف مع بعض بقى دلوقتي إزاي إن أنا هبدأ أتنقل من زهراء المعادي، وهبدأ إن أنا أمشي، وهستعمل إن هوت محور حسب الله الكفراوي، لأن أنا صورت الفيديو قبل ما نفق كارفور يتفتح. فهنشوف مع بعض دلوقتي إن أنا هتنقل من الزهراء وهستعمل محور حسب الله الكفراوي عشان أعدي الناحية التانية، وهبدأ أمشي في طريق دائري في سكة طريق الصراط، وهبدأ ماشي طبقا للعلامة الحمراء ديت لحد ما هوصل في تقاطع طريق دائري مع محور الحضارات، وهبدأ أستعمله نظرا لأن نزلة محطة الزهراء أو أثر النبي حاليا مغلق زهراء مصر القديمة. فبالتالي الحل البديل عشان أوصل للكورنيش إن أنا هستعمل محور الحضارات، تمام كده، او ان انا استعمل طريق الصراط. يعني في كده حالتين هعرف استعمل محور الحضارات. يبقى انا دلوقتي الطريق الامثل بالنسبه لي ان انا هستعمل الدائري، اوكي، وهوصل لحد محور الحضارات اللي هو المحور الجديد، يعني المنطقه اللي هي بير ام سلطان. هبدا ان انا اخد يميني، تمام، واستعمل المحور دوت لحد ما اوصل لاخره. هلاقي في نزله هتقابلني اللي بتديني على الفسطاط ومصر القديمه وجامع عمرو. لو انا عاوز اتجه ناحيه شبرا يعني شمال القاهرة، هبدأ إن أنا مش هنزل النزلة ديت، وهاخد بقى محور الحضارات لحد آخره، تمام كده، وآخره هيتقاطع مع طريق صلاح سالم، تمام كده. طريق صلاح سالم لما أنا هتقاطع معاه هلاقي هناك في ميدان مشهور اللي هو ميدان يوديني على جامع السيدة نفيسة، وهبدأ إن أنا أكسر شمالي لما أعدي الميدان، وهمشي بقى مع سور مجرى العيون لحد ما هوصل آخر سور مجرى العيون، هلاقي نفسي وصلت لحد الإيه الكورنيش. تمام كده، ده يعتبر حل الامثل. وهنشوف مع بعض دلوقتي من خلال الفيديو ازاي ان انا هبدا ان انا اتحرك من الزهراء لحد ما اوصل الكورنيش باستعمال طريق زي ما قلنا كده دوت محور حسب الله الكفراوي وطريق الدائري، وهعبر الصراط واستعمل محور الحضارات، وهستعمل جزء صغير من صلاح سالم، تمام، وهاخد بقى الطريق من اول سور مجرى العيون لحد اخره عشان اوصل في الاخر للكورنيش، عشان اكمل بعد كده دوت دي وسط البلد التحرير، وبعد كده اكمل بقى لحد ما اوصل شمال القاهره في اتجاه شبرا، وبعد كده ايه الطريق الزراعي. هنشوف